طب كتاب العلل، علي بن، قال الإمام علي بن المديني قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: حديث أبي رفاعة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كرسي من حديد. هذا الحديث رواه سليمان بن المغيرة عن ابن هلال عن أبي رفاعة: ولم يلق عندي أبا رفاعة ولو كان حميد. ولم تكمل الكلمة. وروى بعضهم عن حميد ابن هلال ابن أبي الدهماء وأبي قتادة عن رجل مجهوله الآن، واسم أبي رفاعة تميم ابن أسد. نعم، هذا الحديث قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي وهو يخطب فقال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقبل على رسول الله، أمين، قال أقبل، فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ هات عشان هات. لا 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 لا. فقال أقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي بركت، فأتى بكرسي أو فأوتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله. الله أكبر. ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو نعيم في المستخرج على مسلم. وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة. نعم. وعلقه أيضا في التاريخ الكبير عن عبد الله بن يزيد المقري، ووصله البخاري في الأدب المفرد، ومن طريق المقري أيضا أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء، وابن قنا في معجم الصحابة. نعم. الحاكم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. والصحيح أن الحديث في صحيح مسلم أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه أحمد عن بهز بن حكيم، وأخرجه النسائي في الكبرى عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه ابن المبارك أيضا في الجهاد، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح، وأيضا أبو نعيم في المستخرج من طريق الحارث بن أسامة، كلاهما عن يعقوب الحارث عن أبي النضر هشام بن القاسم، وأخرجه الطبراني عن عمر بن حفص السدوسي عن عاصم بن علي، سبعتهم شيبان والمقرئ وهاشم وابن المبارك وابن مهدي وبهز وعاصم، الجميع عن سليمان بن المغيرة في الطريق الذي ذكره الإمام، عن حميد بن هلال. وسليمان بن المغيرة تابعه خالد الحذاء من طريق مسدد، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من طريق مسدد عن يزيد بن زريع، عن خالد بن الحذاء عن حميد، وهذه متابعة تامة. والسؤال لكم: ما الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة؟ أجيبوا الإجابات حتى أنتهي أنا، لأن الوقت الآن يداهمنا. اكتبوا لي إجابة الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. فعن خالد عن حميد عن الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن المديني في حميد بن هلال: لم يلق عندي أبا رفاعة
قد قاله العلاء في جامع التحصيل، وأيضا ذهب يسير الإعلام النبلاء. وطبعا نقل عنه الكلام هذا، نقله ابن حجر في التهذيب. إياك. لكن استدرك الإمام الذهبي على ابن المديني في قوله لم يلقى أبا رافع أو أبا رفاعة. قال الإمام الذهبي يعني قال رحم الله ابن المديني، وقال قال روايته عن أبي رفاعة في صحيح مسلم، وقد أدركه في إيش؟ نعم. ثم هو رجل من قبيلته، فلا يستبعد أن يكون سمع منه. وأما في قوله وروى بعضهم عن حميد بن الهلال ابن هلال عن أبي الدهماء، أبو الدهماء وأبو قتادة، عن أبي وأبي قتادة عن رجل، جزاك الله خير. ده اللي بينور، ده مش ده اللي بيسمع. لا لا قالوا كده هنا. في مرسيل ابن ابي حاتم قال سمعت ابي يقول حميد بن هلال لم يلقى هشام بن عامر يدخل بينه وبين هشام رجل وهو ابو قتاده العدوي. ويقول بعضهم عن ابي الدهماء والحفاظ لا يدخلون بينهم احدا. حميد عن هشام، يعني حميد بن هلال عن هشام بن عامر. قيل له فأي ذلك أصح؟ كل هذا مرسيل بن أبي حاتم. قال ما رأى حماد بن زيد عن أيوب عن حميد عن هشام دون إدخال أحد بينهما. قال العلاء في جامع التحصيل، وطبعا نقل ذلك ابن العراقي، قال أخرج له مسلم عن أبي قتادة وأبي الدهماء وغيرهما عن هشام بن عامر. وأما في قوله واسم أبي رفاعة تميم، وهذا قول ابن المديني، قد اختلف العلماء في اسم أبي رفاعة على أقوال متعددة. فقال بعضهم هو تميم بن أسد كما قال إمامنا علي بن المديني، ومنهم يقول هو ابن تميم بن أسيد مصغرا، ومنهم يقول تميم ابن أسيد أو تميم بن أسيد كحذيفة بن أسيد وكأسير، ومنهم من يقول عبد الله بن الحارث بن عبد الحارث، ومنهم من يقول هو عدي بن تميم. والجمهور جمهور العلماء على أن اسم أبي رفاعة ما قاله علي بن المديني، فالجمهور يوافقون ما قاله ابن المديني بأنه تميم بن أسيد. وهذا الأصل في هذا الحديث وما قاله ابن المديني هو الصحيح، وأنه يدعى بتميم ابن أسيد. هنا نختم الدروس الليلة بهذا الحديث، ونحمد الله على التوفيق، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا، ولكم الشكر وجميل العرفان على المواظبة والمثابرة والمصابرة، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يشكر لكم حسن صبركم واستماعكم، فجزاكم الله خيرا. المتابعات ما أدري الإجابة فين. جهاد قال المتابعة التامة في السند الأول إلى آخره، يعني هو هذا إجمال يا جهاد بهذا الأمر. طيب هو الكلام هنا المتابعة التامة هو أن المتابع للراوي يوافقه في شيخه إلى منتهى السند. يعني لو قلنا مالك عن الزهري عن أنس، لو قلنا عبد الله بن مسلمة القعنبي يروي عن مالك عن الزهري عن أنس،
فتأتي رواية لنفرضها عن عبد الله عن ابن وهب عن الليث عن سعد عن الزهري عن أنس. فنقول هنا الليث متابعة تامة لمالك، لأنه وافقه في شيخي وشيخ شيخي إلى منتهى السند. فالمتابعة التامة هو أن يوافق الراوي، يوافق الراوي في شيخه إلى منتهى السند. المتابعة القاصرة قد تكون المتابعة القاصرة إلى أول السند وأصل السند فقط. وهذا أنا فصلت القول فيه في تطبيقات عملية على صحيح مسلم للمصطلح. أرجو الإخوة والأخوات الرجوع إليها. جزيتم الجنة. لو في أسئلة تفضلوا. أقف على جنبها. ايه؟ أقف على جنب. السؤال. أي نعم. طب نكمل وخلاص. نعم. مش تعبان والله؟ لا خلاص. ما الحمد انتهيت أنا الحمد لله خلاص. ماشي. جزيت الجنة. والله ما تعبان. اسمع الكلام. أنا بحب أسوق مش تعبان والله. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين، حفظكم ربي، جزيت الجنه مع عبد الرحمن. كلهم يدعوا لنا بقى. نعم. بالسلامه. نعم، جزاك الله خيرا. طيب، في سؤال هنا الاخت سكينه تقول هل من دعاني تجاه وش انا ما افهم سؤالك يا سكينة، اعيد عليا السؤال بطريقه اخرى. لما افهم السؤال رضي الله عنك يا ام الابرار، بل ابرك الله جل في علاه برضوانه ورضوان كل من معك. لا يقول فيها تزوجت من امراه شيعيه من 20 سنة. نعم. جهلي ولجهل اهلي وعدم معرفتنا بدين الرافضه. الله المستعان. وبعد التزامي ولله الحمد دخلت ومنذ ذلك الوقت إلى الآن لم أتواصل مع أهل زوجتي لأنهم روافض، ولكن زوجتي تتواصل معهم من باب صلة الرحم، وزوجتي تطلب مني بالتواصل معهم والسماح لهم بدخول بيتي من باب الدعوة لدين الله، وأنا لم أسمح بذلك ولم آمن مكرهم. السؤال هو هل نحن الآن في مرحلة الدعوة أم الحرابة مع الروافض؟ لا والله إحنا في حرابة معهم. هؤلاء القوم أضر على الدين من اليهود والنصارى، هم قد نصبوا أنفسهم حربا على السنة أهل السنة، لكن نحن رحمة على الناس ولسنا عذاب. فإن استطعت أن تفتح مجالا للدعوة فكن كذلك. يقول لك ما صحة حديث مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجو لي من عملي. أرجو لي من عملي. قولوا مرة ثانية. 3-5-8 3-5-8 تقول ما صحة حديث مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى لي من عملي. لا أعلمه حديثا مرفوعا. إيه السؤال؟ ما تقول سؤال. هل التطلع للنتائج المرجوة بناء على الأخذ؟ ما تقصد بمبناء على الأخذ؟ ما تقصد؟ تقصد بالأخذ بالأسباب ولا ماذا تقصد؟ الحق أن النتائج المرجوة أصلها الطمع في كرم الله جل في علاه أولا ابتداء، ثم يتلوها مرتبة الأخذ بالأسباب. تقصد بذلك؟ هل تقصد الأخذ بالأسباب؟ أقول المسألة أصلها على الطمع في الكرم أولا، ليس الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب هذه لطمأنينة قلب العبد. أما رأيتم قال الله جل في علاه استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة لآخر الآيات. ماذا قال؟ قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. أخر كلام. السبب يعد نوعا من الالتفات. لا، السبب من قدر الله جل في علاه مع اعتقاد القلب الصحيح. السبب من التشريع. الأخذ بالسبب من التشريع والتفات القلب من القدر. فلما تجمع بين الأمرين دون أن يلتفت القلب
هذا الذي تصل به الى وفق ما يرضي الله جل في علاه. النتيجه لابد تكون محسومه محتومه، لان من لم ياخذ بالسبب وقال تم التوكل من قلبي على ربي هذا مدخول، ومن كرس نفسه للسبب واخذ به وقلبه التفت لغير وقلبه لم يلتفت الى حسن التوكل فهذا ايضا مدخول. حسب ان الامر بكليه الاسباب وليس كذلك، وان كانت النتائج مرهونه بالاسباب، ولكن اقول من اخذ بالسبب تشريعا ومال القلب قدرا بحسن التوكل هذا الذي فاز بكل شيء، وحتما سيصل الى ما يريد. امين واياكم، ونسال الله ان يبر بكم جميعا، جزيتم الجنه. اني احبكم في الله والله الذي لا اله الا هو، يعني انا اسعد الناس بما رزقني الله بامثالكم، وانتم رؤوس وتيدان فوق الراس توضعون. جزاكم الله كل خير واحسن الله اليكم، ونسال الله ان يثمر الخير على ايديكم، وان يجعل نصر الامه على ايديكم. اللهم امين يا رب العالمين.